بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الجزء الثاني من أول شابتر 3. احنا انتهينا طبعا في شابتر 1، كنا بنتكلم على البيزك اكاونتنج ايكويشن، وفي شابتر 2 اتكلمنا بقى على الاكاونتنج سايكل، اتكلمنا على الجنرال جورنال، وعرفنا ازاي ان احنا بنسجل في الديبت والكريدت، وازاي بنعمل بوستنج بقى للجنرال ليدجر، وبعد كده بنعمل ترايل بالانس، وممكن بعد كده نعمل فاينانشال ستيتمنت. طب دلوقتي هنكمل بقى احنا من اول شابتر 3 اللي احنا بنتكلم فيه على الادجستنج انتري. طبعا معاكم الاستاذ الدكتور زكريا فريد، استاذ المحاضره. بنتكلم على الادجستنج الاكاونتنج. يعني ايه ادجستنج اكاونتنج عندنا؟ ان احنا دلوقتي لما بنكتب في الانكم ستيتمنت بنقول الانكم ستيتمنت فور ا جيفن بيريد اوف تايم، فده اول اسامبشن عندنا في الاكاونتنج اللي هو عباره عن التايم بيريد اسامبشن. معناه ايه بقى؟ معناه ان الاكاونتنت ديفايدد ايكونوميك لايف اوف ا بزنس انتو ارتفيشال تايم بيريد، لان احنا ما نعرفش ما نقدرش نعرف الربح الحقيقي بتاع اي بزنس عندنا الا عند الليكويديشن بس، اللي هي عند التصفيه. لكن احنا عايزين نطمن على البيزنس بتاعنا كل فترة، فبنضطر ان احنا نعمل التقسيم ده، ان احنا بنعمل divide the economic life into artificial time period. time period ده ممكن يكون ايه بقى؟ ممكن يكون originally، ممكن a month، ممكن quarter، ممكن for the whole year. the account time period that is one year length that's what we call it fiscal year. واي شركة لازم تعمل كده طبعا، واي بيزنس، عشان يطمنوا على البيزنس بتاعهم في الفترة اللي فاتت. الأساس الثاني عندنا لازم نعرفه إن إحنا عندنا في الأكاونتنج في تو بيسز، في حاجة اسمها الأكروال بيسز وفي الكاش بيسز، وده اللي إحنا تقريبا هنلتزم بيه في الفترة اللي جاية دي. الأكروال بيسز وأكاونتنج يعني إيه؟ معناه ان under the accrual basis the company's record transaction in the period in which the events occur. regardless بقى ان احنا عملنا بقى فيها كاش ولا ما فيهاش كاش، مش مشكله، المهم انها بدام it happened during this period of time يعني we have to consider. but that means recognizing revenue when earned rather than when they receive cash. يعني بنسجل الريفينيو عندنا لما بتحصل تتحقق، مش مهم انها تكون received in cash. and also remains recognize the expense when incurred rather than when paid. طبعا هنسجل expense اللي هو related to time period اللي احنا بنتكلم عنها، ومش مهم انها تكون اتدفعت cash، ما دام هي متعلقه بالفتره دي يبقى لازم تتسجل. الكاش basis بقى الاكونتنج ده العكس بقى. under the cash basis the companies record the revenue when they receive cash وريكورد الاكسبنس وين كاش از بيد. يعني هنا بيعتمدوا على الكاش، تلاقي كل ترانزاكشن بتاعهم وين كاش. لكن احنا في البيزنس لازم وي هاف تو كونسيدر الاكروال بيسز، ان احنا بنتكلم على فتره معينه يبقى لازم نحسب الريفينيو والاكسبنس بتاع هذه الفتره ريجاردلس بقى اذا كانت ان كاش ولا اون اكونت. الكاش بيسز اكونت ده از نوت ان اكونتس وذ ذا جنرالي اكسبتد اكونت برنسبل اللي هي الجاب، فعشان كده احنا لازم نلتزم بالاكروال. ازاي بقى احنا بنسجل بقى الريفينيو والاكسبنسز اكوردنج تو ذيس وان؟ الريفينيو عندنا تو برنسبلز، عندنا الريفينيو ريكوجنيشن برنسبل. ذات برنسبل ريكوير ذات الكومبانيز ريكوجنايز الريفينيو ان ذا اكونت بيريد ان ويتش ات از ايرند، طالما انه اتحقق مش مهم ان هو يبقى كاش. اكسبنس ريكوجنيشن برنسبل مينز الاكونت ال فولو ذا سمبل رول ان ريكوجنايزر اكسبنس ويتش از ليت the expenses follow the revenue thus the expense recognition is tied to the revenue recognition. يعني احنا ما بنحط في الانكم ستيتمنت بنحط الاكسبنس اللي هو ريليتد للايه، اللي كان السبب في ان الريفينيو دوت يحصل له earned. this practice of expense recognition is referred to as a matching principle، بنسميه احنا مبدا المقابله عندنا. it dictates that in the efforts which is the expenses should be matched with the result which is the revenues. عشان نعمل summarize للريليشن دي كلها بنقول ان احنا عندنا قلنا time period assumption
احنا عملنا له منشن دلوقتي which is the economic life of a business can be divided into artificial time periods. Based on this assumption عندنا زي ما اتفقنا principle عندنا revenue recognition principle which is recognize the revenue in the account period in which it is earned. وال expense recognition principle which match the expense with the revenue in the account period واللي احنا قلنا عليه دوت اللي هو الماتشنج principles. ده اللي قال عليه الجاب زي ما قلنا عليها ان الريفينيو والاكسبنس ريكوجنيشن ده شود بي ان اكوردنس تو الجاب. ايه بقى البيزك اوف ادجاستنج انتريز اللي عندنا بقى؟ ليه بنعمل بقى الادجاستنج انتريز؟ ودي بتبقى اهم فتره تقريبا في اي بيزنس ان هو يعمله كده. احنا عندنا قلنا ان الانكم ستيتمنت مثلا بتبقى فور جيفن بيريد اوف تايم. مثلا ليتس سي فور يير 2020. What do you mean by this statement? It means that the revenue should be for this period and also the expense should be for the same period. Then we can subtract to get the net income or net loss. فاحنا بيبقى عندنا فترة كده عندنا مثلا من أول January 1st until December 31st. ده اللي هي عبارة عن الفيسكال يير بتاعتنا. المفروض إن في الفيسكال يير دي بيبقى عندنا في الريفينيو في عندنا الاكسبنس عشان نعمل سبتراكت يطلع لنا نت انكم فور ذا سيم بيريود. طب الريفينيو اللي عندنا ممكن يحصل فيه ايه بقى؟ ممكن تلاقي عندنا الريفينيو بيبقى عامل كده. يعني ايه؟ بيبقى كفر يير 2020 وفي جزء منه بيبقى كفر اللي هو يير مثلا 2021. اللي بيعمل كفر بقى للجزء اللي هو بتاع 21 ده اللي احنا بنسميه ان ايرند ريفينيو. ده بيعتبر لايبيليتيز. طب احنا نعمل ايه بقى في الادجاستنج هنا؟ المفروض ان احنا ما نحطش الان ايرند ريفينيو دوت على سنه ايه 2020. لازم يبقى في سنه 2021. لو احنا بقى ما عملناش القط ده ونقلناه للسنه اللي جايه يحصل ايه بقى؟ يبقى احنا زودنا الريفينيو بتاع سنه 2020 بقت اوفر ستيتد وقللنا سنه 2021 بقت اندر ستيتد بقى سنتين ورا. كمان عندنا في بيبقى في بعض الريفينيو بيبقى ما يكملش بيبقى حصل في سنه مثلا 2020 بس لسه مش متسجل. زي ما بيحصل ايه مثلا عندنا لما بيحصل لنا مثلا بيجينا بالنسبه لفواتير الموبايلز او التليفونات لما بتيجي في اخر شهر في السنه بيعتبر بالنسبه للشركات التليفونات ده يعتبر ريفينيو بس لازم يتسجل. لازم يتسجل عشان يدخل في السنه دي وبنعتبره حاجه اسمها اكرود ريفينيو وده بيعتبر اسيتس. افتكروا بقى لو الشركة ما سجلتش الكلام ده هنا يحصل ايه؟ يبقى الريفينيو بتاع سنة 2020 هيبقى عبارة عن اندر ستيتد اقل من اللي لازم واحنا هنيجي نأيده بقى في سنة 2021 لما نعمل عملية الكوليكشن هيبقى هي اوفر ستيتد يبقى برضه السنتين غلط. الادجستنج انتري بقى بتظبط الكلام يبقى احنا هنستبعد الان ايرند ريفينيو نرحله للسنة الجاية ونأيد اللي هو الاكرود ريفينيو اللي هو بيستحق على السنة بتاعته. نفس الموقف ده بيقابلنا مع الاكسبنسز. بنلاقي الاكسبنسز كده ان في بعض الاكسبنسز ممكن نكون دفعناها في يير 2020 بس هو ريليتد تو اذر ييرز ده اللي احنا بنعتبره ايبت اكسبنس وده بيعتبر اسيتس. طبعا احسن مثل على كده اللي هو عباره عن البريبيد انشورنس فور اكزامبل. فلما بنيجي احنا مثلا بنامن على العربيات بتاعتنا بتبقى مثلا فور 3 ييرز فطبعا احنا بندفعه السنه دي عشان يغطي الثلاث سنين اللي جايين بس يبقى في جزء منها على السنه دي. السنوات الجايه دي ما يعتبرش اكسبنس ده يعتبر بريبيد اكسبنس والبريبيد اكسبنس ده ما بيعتبرش اكسبنس يعتبر اسيتس. فلازم احنا نعمل قط برضو للجزء دوت ونرحله للسنه الجايه. لو احنا ما عملناش كده يحصل نفس المشكله اللي قلناها في الريفينيو ان هتبقى الاكسبنس لو انا حطيته كله على الاكسبنس في سنه يير 2020 هيبقى يعتبر اوفر ستيتد والسنة اللي هو يخصها اندر ستيتد ويبقى كده في هذه الحالة السنتين غلط. في بعض الاكسبنس نفس الشيء حصل انها حصلت فعلا في سنة 2020 بس لسه ما اتسجلتش ولسه ما اتدفعتش بس هي تخصها زي بالظبط ما قلنا فواتير الكهرباء والتليفونات بتاعت اخر شهر في السنة. جات لنا احنا فواتير دي بس ما سجلناش بس احنا فعلا استهلكنا الكهرباء والتليفونات في السنة في الشهر ده اللي هو اخر شهر في السنة يبقى هو يخصها. طب ولازم يتسجل؟ لازم يتسجل.
طب بس احنا ما دفعناش، مش مهم الدفع، المهم ان هو ما دام يخص الفتره اللي احنا بنتكلم عنها يبقى لازم يتسجل، وده اللي احنا بنقول عليه accrued expenses، وده يعتبر liability. دول تقريبا الفور adjusting entry we have to make every time period. الاثنين اللي دول بنسميهم الاكرولز، الاثنين دول بنسميهم هما الديفرالز. ده كل ده هو ده انواع الادجستنج انتري اللي احنا هنعملها كفر في شابتر 3. يبقى عندنا ان اوردر فور ريفينيو اند اكسبنس بي ريبورتد ان ذا كوركت بيريود، ده اللي احنا عملناه دلوقتي. الكامبانيز ميك ادجستنج انتري ات ذا اند اوف ذا اكونت بيريود، كل فتره لازم تعمل كده. الادجستنج انتري ده انشور ذات ايه؟ الريفينيو ريكوجنيشن والماتشنج برنسبل ار فولود. يبقى انا حملت كل فتره بالريفينيو بتاعها وبالاكسبنس بتاعها، يبقى اقدر في هذه الحلقه اعمل ماتشنج وانا مستريح. الادجستنج انتري بقى ميك ات بوسبل تو ريبورت كوريكت اماونت اون ذا بالانس شيت وبالتالي اند اون ذا انكم ستيتمنت. فهم يا اما الاثنين صح يا اما الاثنين غلط لو احنا ما راعيناش اللي هو العمليه اللي الماتشنج اللي احنا بنقول عليها دي. الكومباني ماست ميك ادجستنج انتري افري تايم ات بريبيرز الفاينانشال ستيتمنت. عشان كده كل ما تيجي تعمل فاينانشال ستيتمنت لازم تعمل الادجستنج انتري. ايه بقى التايبس اوف ادجستنج انتريز الاربعه اللي احنا قلناهم من شويه؟ قلنا ان احنا عندنا حاجتين، عندنا في حاجات الديفرالز اللي احنا قلناهم من شويه اللي هو عباره عن الان ايرند ريفينيو والبريبيد اكسبنس. الديفرالز عندنا اللي هي عباره عن البريبيد اكسبنس، ده عباره عن ايه؟ اكسبنسز بيد ان كاش اند ريكوردد از اسيتس بيفور ذي ار يوزد اور كونسيومد such as supplies. لو تفتكروا لما كنا بنشتري supplies كنا بنقول ايه؟ debit supplies مثلا credit cash or accounts payable، بس احنا جايبينها عشان نستخدمها، فاحنا دلوقتي ده يعتبر assets. لما نستخدمها الجزء اللي احنا استخدمناه هيتحول يبقى expense. لو احنا ما عملناش ال adjusting into the expense ده للsupplies يحصل ايه؟ هتبقى supplies زي ما هي assets، هيبقى الassets في هذه الحالة تعتبر overstated، وما فيش حاجه راحت للانكم ستيتمنت تثبت ان احنا استخدمنا السبلايز، هتبقى الاكسبنس اللي في الانكم ستيتمنت اندر ستيتد، هيبقى الاثنين غلط. كذلك عندنا البريبيد رنت، احنا دايما مثلا رنت لو احنا بندفعه كل شهر هنقول ديبت رنت اكسبنس، لكن لو جه الاونر بتاع البيلدنج اللي احنا فيه البيزنس بتاعنا قال لا انا باخد مثلا 3 مانس ان ادفانس، يبقى لازم ندفعه ان ادفانس، يبقى لازم نقول ديبت بريبيد رنت كريديت كاش. بس كل شهر يعدي علينا يحصل ايه؟ جزء من الرنت ده ضاع علينا، او بمعنى اخر اكسبايرد يعني تحول الى اكسبنس. الحاجه الثالثه دي لسه هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله، اللي هو عباره عن الديبريشيشن، وده خاص بقى بالبلانت اسيتس اللي هي بالاكويبمنت والكمبيوتر، ان احنا لما بنستخدمها زي العربيه الجديده مثلا لما بنستخدمها كل ما بنستخدمها قيمتها بتقل، او اللي بيحصل بقى الديكريزنج في الاماونت بتاع العربيه ده هو ده اللي احنا بنقول عليه الديبريشيشن، ده هنتكلم عليه بريسون. يعني الحاجه الثانيه اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن الان ايرند ريفينيو، ده معناه ايه؟ قلنا عليه عباره عن كاش ريسيفد اوريدي، احنا استلمناها ككاش بس لسه ما اتعملش الريفينيو، وريكوردد از لايبيليتي بيفور ريفينيو از ايرند، وعملناها احنا قبل كده في بعض التمارين. لو حبينا ناخد بقى اكسرسايز على ده بمعنى ايه؟ مثلا عندنا بالنسبه للسبلايز بيقول لي بقى ذا ترايل بلانس ات ديسمبر 31 بيقول لي ان عندنا سبلايز 5800، بس اون ديسمبر 31 2000 اوف سبلايز اون هاند، يعني احنا كنا شارين سبلايز ب 5800 بس اللي موجود دلوقتي بس 2000. معناه ايه؟ معناه ان الديفرنس ده حصل له ان احنا استخدمناه، يعني استخدمناه في البيزنس، او بمعنى اخر هو كان اسيتس بقى اكسبنس دلوقتي. لو احنا ما عملناش كده وخلينا السبلايز زي ما هي 5800 كما انها هتبقى اسيت، هتبقى انها كانها ايه؟ اوفر ستيتد، مع ان فعلا استخدمناها وما نقدرش نستخدمها تاني، زي مثلا الورق بتاع الكمبيوتر ولا الحبر بتاع البرينتر ولا اي حاجه، لما بنستخدمها خلاص مش هينفع نستخدمها تاني، فبالتالي تعتبر ايه؟ اكسبايرد خلاص يوزد، فبالتالي لازم نعمل ادجستنج انتري عشان نعدل الرقم بتاع السبلايز اللي عندنا. المفروض ما يبقاش 5800، المفروض يبقى 2000. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ هو ده بقى الادجستنج انتر اللي هيظبط لنا الكلام ده. هنقولها ازاي؟ هيبقى الادجستنج انتر بتاعنا هيبقى عباره عن كده: ديبت سبلايز اكسبنس كريدت سبلايز.
لما نعمل بوستنج للانتري دوت للليجر هنلاقي ان السبلايز اللي عندنا ال 5800 دي كانت ديبت بقت كريدت، يبقى البالانس بتاعها الجديد هيبقى يطلع 2000، وظهر عندنا اكونت جديد اللي هو عباره عن سبلاي اكسبنس، وده هيتروح بقى في الانكم ستيتمنت مع الاكسبنسز. ده اللي احنا استخدمناه خلال الفتره دي. فلو ما كانش طبعا الادجستنج انتري ما كناش هنقدر نعمل الكلام ده. يبقى كده احنا كده ظبطنا الارقام اللي هتروح البالانس شيت اللي عباره عن 2000 بس، وكمان الرقم اللي هيروح الانكم ستيتمنت. انذر اكزامبل عندنا زي مثلا بريبيد رنت، يقول لي ان الترايل بالانس ات ديسمبر 31 شوز ان احنا عندنا بريبيد رنت اوف 6000، بس الرنت واز بيت اون نوفمبر 1 فور 6 مانث بيريد، يعني دفعنا احنا الرنت في اول نوفمبر لمده 6 شهور. طب في اخر ديسمبر ايه اللي يحصل بقى؟ فبيقول لي بقى بريبير الادجستنج انتري ات ديسمبر 31، هنلاقي ان عندنا شهر نوفمبر وديسمبر اوريدي اكسبايرد. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الرنت بتاع 2 مانثس دول خلاص بقى اكسبنس، ولسه يبقى ليه في 4 مانثس لسه مدفوعين ان ادفانس فور نكست يير. لازم نعمل ادجستنج انتري نعدل للرقم ده، والا مش هينفع كده ان احنا هنحط خلي البريبيد رنت زي ما هو 6000 وحين في عين ان هو في 2 مانثس اكسباير علينا. يعني لو احنا حبينا نسيب المكان ده افتر 2 مانثس، المفروض ان احنا الاونر هيرجع لنا 4 مانثس بس، مش هيرجع لنا 6 مانثس. فيبقى لازم نعمل ادجستنج انتري. هنقول في ايه؟ عايزين نقلل بقى البريبيد رنت اللي هو اصلا كان اسيتس، فهو كان ديبت هنخليه كريدت، وهنبدا بقى نقول ديبت رنت اكسبنس ونخليه ديبت. هيبقى الادجستنج انتري بتاعنا كده، نقول بقى ديبت رنت اكسبنس كريدت بريبيد رنت. خلي بالكوا ده فور 2 مانثس بس، اللي هو عباره عن شهر نوفمبر وشهر ايه؟ ديسمبر اللي هم اكسبايرد. اللي هو عباره عن قسمنا احنا بقى 6000 على 6 مانثس اللي هو الفتره كلها، هطلع لنا في الشهر 1000 هضربه تايمز 2 اللي هم الشهرين اللي هم اكسبايرد يطلع 2000. عشان كده احنا عملنا الانتري دوت ب 2000. الاكزامبل الثالث عندنا اللي هو الاكسرسايز على الديبريشيشن، المفروض هيبقى فيه شابتر كامل عليه بس احنا هنقول على قد الجزء اللي عندنا ده. الديبريشيشن ده بنقول ان هو عباره عن لو احنا عندنا اكويبمنت كل ما نستخدمها قيمتها بتقل، اي الشركات لازم تتوقع كده علشان هيجي عليها فتره بعد كده مش هتبقى تنفع تستخدمها، هتضطر انها تبيعها وتجيب واحده بدلها وهكذا. فبيقول لي الترايل بالانس ات ديسمبر 31 يير 2020 شوز ان عندنا اكويبمنت ب 50000، ده تمنها وهي جديدة. If the equipment was purchased on January 1st اشتريناها أول السنة، والاستيميتد يوسفول لايف هو ده بقى was 5 years، بمعنى إن احنا متوقعين إنها تقعد عندنا 5 years. الـ residual value was 5000، يعني إيه الـ residual value؟ ساعات بنقول عليها salvage value، يعني دي القيمة اللي ممكن بعد 5 سنين تبقى قيمة الـ equipment تبقى كأنها خلاص بقى useless ملهاش معنى خردة يعني. فاحنا بنعمل كالكوليشن يبقى تقريبا الاكويبمنت ديت كل سنه قيمتها هتنقص بكام. هو عايز بقى الادجستنج انتري ديسمبر 31 وانديكيت بقى البالانس شيت. هنا بقى مهم قوي برزنتيشن اوف ذا اكويبمنت ات ديسمبر 31. فطبعا اول حاجه نعملها ان احنا لازم نحسب الديبريشيشن. الديبريشيشن بقى بالايكويشن بتاعتنا دي اللي هناخده بعد كده ان مور ديتيلز، عباره عن الانوال ديبريشيشن اكسبنس ايكوال الكوست which is 50,000 our case minus the residual value اللي هي salvage value divided by the estimated useful life. يعني احنا بنتخيل دلوقتي ان الاكوبمنت ديت اللي هي الكوست بتاعتها عباره عن 50,000 هتقعد عندنا 5 years، بعد ال 5 years هنقدر نبيعها 5,000 هنستردهم. يبقى اذا احنا هنخسر في الفتره دي 45,000 اللي هو ثمن استخدامنا للاكوبمنت. لو قسمنا دوت على 5 years يبقى هتنقص كل سنه 9,000. يبقى ده هو عباره عن الانوال ديبريشيشن 9000. ده لازم يتسجل بقى. هنسجله ازاي بقى في الدفاتر؟ وده ما بيتدفعش بقى ولا حاجه، هو انا عايز اثبت ان ده. فبعمله كده بنقول بقى الانتري بتاعنا ده يتحفظ بقى، لان ده دايما هيبقى معانا كده على طول، يعني طول عمرنا واحنا بندرس اكاونتنج هنأيده بالانتري ده. يقول لي بقى هنقول كده بقى ديبريشيشن اكسبنس كريديت كيميوليتد ديبريشيشن، نحفظ الاسم ده to record the annual depreciation on equipment. وكل البلانت اسيتس عندنا زي ما هناخدها كلها لازم نعملها الديبريشيشن كل فتره بنلاقي بالانتري ده. طب لما نعمل احنا الانتري، طبعا ما دام قلنا كلمه depreciation expense ده على طول هيروح الانكم ستيتمنت، اما الاكيوميليتد depreciation ده هيروح البالانس شيت.
ليه بقى؟ عايزين نسبة ان الاكوبمنت دلوقتي ما بقتش 50,000، ده هي نقصت باللي احنا استخدمناه في اول سنة، فعشان كده هننقصها بقى بالاكيوميتد ديبريشيشن. وده السبب لو تلاحظوا بقى ان احنا ما كنا بنيجي نعمل البالانس شيت كنا بنعملها خانتين، كان عشان الحاجة زي كده انها لازم تبقى. فالانكم ستيت بتاعتنا هتبقى كده عباره عن ضمن الاوبريتنج اكسبنس هيبقى فيه ديبريشيشن اكسبنس 9000. وايه كمان؟ ولما نروح بقى البالانس شيت هتبقى ظاهره ازاي بقى؟ لازم نعملها كده، نحط الايكويبمنت ماينس الاكيوميتد ديبريشيشن، يبقى دي تمنها دلوقتي 41,000، وال 41,000 دي بنقول عليها البوك فاليو. تفتكروا بعد سنتين الايكويبمنت دي هتبقى بكام؟ هتبقى عباره عن 50,000 ماينس كلمه اكيوميتد يعني مجمع، يبقى السنه الجايه هيبقى بدل ما يبقى 9000 يبقى 18,000، يبقى 50,000 ماينس 18,000 هيبقى عباره عن 32,000، وهكذا كل سنه هينقص 9000 لمده 5 years. افتر 5 years يحصل ايه بقى؟ هتلاقي الاكوبمنت دي بقت 50 ماينس الاكيوميتد ديبريشيشن هيبقى عباره عن 45، هيطلع الديفرنس اللي هو عباره عن 5000 اللي هو عباره عن الريزيدوال فاليو اللي احنا حاسبينها في الاول. دي الطريقه بتاعت الديبريشيشن، وده هنتكلم عليه بالتفصيل المور ديتيلز في شابتر 10 بعد كده ان شاء الله. ده كان اول تايبس من الادجستنج انتري اللي هو على البريبيد اكسبنس. لما نيجي بقى نشوف الثاني اللي هو عباره عن الان ايرند ريفينيو. الان ايرند ريفينيو زي ما اتفقنا ده احنا هنحصلناه اصلا ان ادفانس، وخدنا عليه على فكره قبل كده تمرين، قلنا حتى ديبت كاش كريدت ان ايرند ريفينيو لان لسه السيرفيس ما اتعملتش، ولذلك ده بيعتبر لايبيليتي. لو احنا بقى عملنا السيرفيس هيتحول بقى من الايه بقى؟ من الان ايرند يبقى ايرند، يبقى حقنا يعني. لذلك بنقول ايه؟ الترايل بالانس بيقول لي الديسمبر شوز ان ايرند سيرفيس ريفينيو اوف 10,000. الاناليسيز ريفيلز ذات ذا كومباني ايرند 6,000 اوف ذوز ان ايرند ريفينيو. يعني عملت سيرفيس فاتحققت اللي هي ليها بحوالي 6,000. المفروض انها تثبت الكلام ده. يبقى الادجستنج انتري بتاعنا ايه؟ عايز اقلل انا بقى الان ايرند سيرفيس ريفينيو واخليه ايرند. فهنقول ايه بقى؟ حلو قوي. ان ايرند سيرفيس ريفينيو فور 6,000 كريدت سيرفيس ريفينيو. ويبقى في هذه الحاله السيرفيس ريفينيو هيظهر بقى في الانكم ستيتمنت. لكن باقي بقى المبلغ اللي هو عباره عن ال 4,000 ستيل ان ايرند، ده هيعتبر لايبيليتي. وطبعا ما دام لايبيليتي هيظهر فين؟ في البالانس شيت. ده كان النوع الاول من الادجستنج انتري اللي هو خاص بيه اللي احنا الحاجات اللي عليها اللي هي عباره عن اللي هي الديفرنس. في بقى النوع الثاني عندنا اللي هو عباره عن الاكرولز. الاكرولز اصلا حاجات حصلت بس المشكله بتاعتها ايه؟ انها لا اتسجلت ولا اتدفعت او اتحصلت، بس لازم تتسجل عشان دي متعلقه بالفتره اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي فعندنا مثلا الاكرود اكسبنس عباره عن ايه؟ اكسبنس انكورد حصلت but not yet paid in cash or recorded such as accrued salaries. يعني دي حصلت فعلا، لا هي اتحصلت اتسددت ولا هي كمان اتسجلت، دي مشكلة يعني. فزي مثلا ما بيحصل يجي في آخر الشهر ما دفعناش المرتبات، لكن زي مثلا ما بيحصل مثلا إن احنا بندفع المرتب آخر الشهر، بس آخر الشهر ده إن انتهى مثلا أو كان في وسط الأسبوع. طب بس انا بعمل انا الانكم ستيتمنت كل شهر، ففي كام يوم هم اشتغلوه لسه الشهر ما كملش، يبقى لازم يتحسب المرتب ده اللي هم عملوه بس لسه ما نقدرش ندفعه لان لسه ما جاش اخر الشهر. فبالتالي لازم يدخل كده في اللي عندنا. لان في بعض الحتت مثلا زي الولايات المتحده الامريكيه بيدفعوا سالري مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين. طب دلوقتي هم بيدفعوا مثلا كل افري فرايداي. طب لو الشهر بقى خلص مثلا يوم جه خلص مثلا يوم التلات، يبقى معنى ذلك الناس اشتغلت يوم الاثنين والتلات لان هم بياخدوا ويك اند سبت وحد، يبقى اشتغلوا الاثنين والتلات لازم انا ما بس مش هقدر ادفع لهم لان هم بدفع لهم انا كل ايه مش كل اخر شهر، بدفع لهم كل فرايداي مثلا كل ويك، يبقى لازم انا احسب المبلغ ده. هو ده معنى كده. فمثلا عندنا هيبقى الديبت سالاريز اكسبنس بس ما دفعناهوش احنا، بس لازم تسجل. هنقول كريدت مثلا سالاريز بيبل مثلا كده او اي حاجه عندنا. المثال الثاني مثلا عندنا اكرود ريفينيو. عندنا عملنا بزنس مثلا عملنا سيرفيس بس اللي حصل اللي احنا حصلناها وكمان مش متسجله لاي سبب يعني، ف
فبيقول لي revenue earned but not yet received or in cash or حتى recorded، فهنأيدها عادي كأنها on accounts، هنقول كده debit accounts receivable credit service revenue. ده بالنسبة للإيه للأكرول اللي عندنا. الحاجات دي كلها بيبقى كده قدرنا ان احنا نوفق الاكونت بتاعتنا على اساس البيريود اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتالي نقدر نعمل انكم ستيتمنت صح وهكذا. نشوف بقى الاكسرسايز اللي عندنا ده. بيقول لي الليدجر اوف بايبر رينتال ايجنسي اون مارش 31st اوف ذا كرنت يير انديكيت ذا فولوينج سيلكتد اكونتس بيفور ادجستنج انتري هاف بين بريبيرد، عباره عن الترايل بالانس بتاعها. بيانات منه لو احنا بقى بصينا لكده، وانا عايز اعمل الترايل بالانسنج كده من قبل ما اعمل ادجستمنت، هلاقي ان عندهم رينت ريفينيو مثلا 60,000 في حين ان وعندهم ويجز اكسبنس بس 14,000، هنعمل سبتراكت خلاص، يبقى اذا هم عاملين نت انكم مثلا 46,000 وخلاص. قال لي لا، بس في عندنا بقى لو بصينا كده عندهم بريبيد انشورنس، وعندهم سبلايز ممكن يكون استخدموها، وعندهم ان ايرند رينت ممكن يكون اتحقق منه حاجات وكده، فلذلك لازم يدينا اديشن. بيقول لنا ايه بقى؟ ان الاناليسيز اوف ذا اكونت شو ذا فولوينج، ان الايكويبمنت بيحصل لها ديبريشيت $400 بير مانث، هم حسبوها لنا اوريدي كويس، وكمان one third of the unearned rent was earned during the quarter، يعني تلت اللي هم كانوا واخدينه ان ادفانس ده خلاص اتحقق. كمان في انترست عندهم نوتس بيبل، فالظاهر هم مستلفين من البنك او اي حاجه، فالانترست اللي عليهم اتحسبت بس $500 اذا اكرود اون ذا نوتس بيبل، اهي دي ما اتدفعتش ولازم تتسجل عشان دي تخص الفتره اللي احنا بنتكلم عنها. كمان ان عندهم السبلايز اون هاند التوتال بتاعها 700، بس هم كانوا شارين سبلايز بكام اللي كان موجود عندهم في الترايل بالانس ودلوقتي اللي موجود بس، يبقى ايه اللي حصل للديفرنس ده؟ هو ده الديفرنس اللي احنا استخدمناه، يبقى لازم تعمل له ايه؟ انتر عندنا. كمان الانشورنس عندهم بريبيد انشورنس، بس هو حسبه لنا ان هو بيعمل له اكسبايرد $200 في المانس، يبقى لازم نعمل له ايه؟ الانتري. لازم كل ده. بيقول لي بقى عايزين نعمل لنا ايه بقى؟ بريبير الادجستنج انتري الاول ات مارش 31st، اسيومينج ذا ادجستنج انتري ار ميد كوارترلي، خلي بالنا كوارترلي يعني في الثلاث اشهر الاولانيين. يبقى لو جاب لي اي حاجه مانس يبقى لازم اضربها في 3 اشهر، ما قالش يبقى هي خدها زي ما هي. وكمان قال لي عايزك بقى تعمل لنا الانكم ستيتمنت فور ذا كوارتر. بعد ما تعمل الكلام ده بقى قول لنا الايه الانكم ستيتمنت بقى الصح بقى اللي انت هتعملها يعني. فلو حبينا نعمل بقى الادجستنج انتر عندنا، هنبص نلاقي اول حاجه طبعا عندنا ديبريشن اكسبنس اللي هو كان عباره عن قال لنا اللي هو عباره عن 400 تايمز 3 بقى 1200، هيبقى ديبت ديبريشيشن اكسبنس كريديت اكيوميليتد ديبريشيشن. ديبريشيشن اكسبنس ده هيروح لايه؟ الانكم ستيتمنت، اما الاكيوميليتد ديبريشيشن هيروح البالانس شيت. هو بعد كده بيقول لي 1 ثيرد اوف ذا رنت ده از ايرند، فهو كان عباره عن 9900، 1 ثيرد يعني 3300، هنعمل له ادجستنج انتري نقول ايه؟ ديبت ان ايرند رنت كريديت رنت ريفينيو. في بقى عندنا اكرود هو الانترست اللي هي عباره عن 500، هنقول بقى debit interest expense credit interest بيقول لي بقى هنا بقى بيقول لي السبلايز اللي كانت عندنا كان في موجود في الترايل بانس تفتكروا كان عباره عن 2800، بيقول لي اللي موجود بس دلوقتي عباره عن 700، يبقى ايه اللي حصل للديفرنس ده اللي هو 2100 بقى expired، هنقول بقى debit supplies expense credit supplies. الانشورنس هو قال لي expired $200 per month، فهم عشان 3 months quarter هيبقى debit insurance expense credit prepaid insurance. كل الاكسبنسز بقى اللي احنا قلناها دي ما كانتش ظاهره قبل كده في الترايل بالانس، دلوقتي هتظهر في الترايل بالانس، والمفروض ان احنا بنعمله بعد، خلي بالكم كل انتر بنعمله هنا برضو بنعمله بوستنج للليجر زي ما احنا متعودين في السايكل، وهنعمل المفروض نعمل ترايل بالانس بيبقى اسمه adjust trial balance هنتكلم عليه. يبقى نقدر دلوقتي نعمل انكم ستيتمنت صح، بس هنحط بقى فيها الحاجات الجديده دي اللي ما كانتش ظاهره في الترايل بالانس اللي كان قبل كده، وبالتالي لو حبينا نعمل هيبقى شكلها عامل كده. الانكم ستيتمنت يبقى ادي عباره عن الريفينيو بتاعنا، الرنت اكسبنس طبعا هيتغير بالرقم الجديد،
وبعدين الويجز طبعا اللي كانت موجوده كانت هي بس، لكن دلوقتي بقى في ظهر عندنا الاكسبنسز الجديده بقى، الديبريشيشن اكسبنس بقى والانترست اكسبنس والسبلايز اكسبنس والانشورنس اكسبنس اللي هو اكسبيرت، وبناء عليه هنجمع بقى ده التوتال الجديد بتاع الاكسبنس، هنعمله سبتراكت من الرنت ريفينيو بعد ما تعدل طبعا، هيطلع لنا النت انكم بتاعنا الجديد وهو ده الصح. ده عبارة عن اكسرسايز تاني على الادجاستنج انتري، بس بعد بقى ما نعمل ادجاستنج انتري هنعمل بقى كل الفاينانشال ستيتمنتس عشان نعرف ان هو هيغير الارقام ازاي اللي هي موجودة في الترايل بالانس، اللي معناه انه هنعمل بعد كده بقى الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت والبالانس شيت. فده التمرين عندنا اللي هو اكسرسايز 6. فده the trial plans of the ABC Corp Enterprise at December 31st 2020 contain the following accounts balances. ده عبارة عن البالانسز بتاع trial plans، بس طبعا احنا لو حبينا نعمل هنا الانكم ستيتمنت عندنا زي ما انتم شايفين السيرفيس ريفينيو عبارة عن 100,000 والسالاريز اكسبنس واليوتيليتيز اكسبنس، بس في حاجات تانية زي ما انتم شايفين في الترايل بالانس في عندنا لسه سبلايز ممكن يحصل لها طبعا زي ما احنا قلنا انها يوزد البريبيد انشورنس ممكن يحصل له اكسبايرد، الاكويبمنت محتاج ان احنا نحسب لها ديبريشيشن، وفي حاجات تانية جايز تكون ان ريكوردد في الاكسبنس او في الريفينيو لازم ان احنا نخلي بالنا منها. فايه بقى اللي لازم دي بقى الاديشنال داتا اللي هي مصاحبه بقى طبعا للترايل بالانس عشان نقدر نعمل على اساسه الادجستنج. اول حاجه بيقول لنا ان السبلايز اون هاند التوتال بتاعها 500، في حين ان السبلايز اللي موجوده في الترايل بالانس عباره عن 3000، يبقى الديفرنس ده راح فين؟ ده يبقى ده يوزد، يبقى لازم نعمل له ادجستنج انتري. كمان هو بيقول لي الانشورنس واز بيد فور 1 يير انشورنس بوليسي بس ستارتنج اون ماي فيرست. لما نحسب بقى من ماي فيرست لحد ديسمبر 31 يحصل لنا ان هو عباره عن 8 مانث، بس هو مدفوع ل 12 مانث، يبقى معنى ذلك ان في 8 مانث على السنه دي اوريدي اكسبايرد وفي 4 مانس على السنه الجايه، يبقى لازم ناخد احنا الانشورنس اللي عندنا نعمله ديفايدد باي 12 ونعمله تايمز 8 اللي هم ال 8 مانس ونسبته طبعا بانتري زي اللي احنا عملنا قبل كده. هو حسب لنا الايكويبمنت ديبريشيشن فور يير 2020 از 8500 وده على طول ستريت فورورد يعني. لكن اتضح ان في عندنا اكرود سالاريز 3000 ات ديسمبر 31 طبعا ديت يعني اكرود بات نوت بيت وكمان نوت ريكوردد، يبقى لازم نسجلها. ايه بقى الريكورد اللي عايزينها؟ عايزين نحسب اول حاجه نعمل الادجستنج انتري، عايزين نعمل الانكم ستيتمنت، وعايزين كمان نعمل الاونرز ايكويتي ستيتمنت فور يير 2020، اوف كورس طبعا هنعمل بالانس شيت از اوف ديسمبر 31 يير 2020 طبعا بالادجستنج انتري اللي عندنا. اول حاجه طبعا زي ما احنا شفنا بالنسبه للسبلايز ان اللي موجود بس 500 في حين ان هي كانت 3000، يبقى الفرق دوت اللي هو 2500 already expired، يبقى هنقول debit supplies expense credit supplies. دلوقتي هتظهر بقى في الانكم ستيتمنت 2500 والسبلايز اللي هو موجود في الترايل بالانس مش هتبقى 3000، هتبقى only 500. الانشورنس اكسبنس حسبناه اللي هو على 8 months زي ما قلنا من شويه، هيبقى debit insurance expense credit prepaid insurance، وهو كان عبارة عن 18,000 divided by 12 يبقى في الشهر 1,500 times 8 يطلع 12,000. الباقي بقى اللي هو 6,000 ده هيبقى عبارة عن prepaid اللي هو ال 4 months بتاع السنة الجاية، ده هيظهر طبعا في البالانس شيت. depreciation expense عندنا اللي هو حسبه لنا 8,500 قايتناه، بس هو كان عامل accumulated depreciation قبل كده، يبقى معنى ذلك ان accumulated depreciation هيزوده ب 8,500 هيبقى عبارة عن 28,500. الاكروت سيريز اللي هو قال لي عليها ده اصلا مش متسجل، هنسجله هيبقى عباره عن ديبت سيريز اكسبنس كريديت سيريز. طب ده هياثر على الارقام اللي عندنا في ايه؟ في ان السيريز اكسبنس اللي عندنا هتزيد بقى، كانت هي 53 هتبقى عباره عن بلس 3000 هتبقى 56000، وهيظهر عندنا بقى في البالانس شيت ضمن اللايبيلتي اللي هو السيريز بيبل. طبعا لما ندفع السيريز بيبل بعد كده في ميعادها هيبقى ديبت سيريز بيبل كريديت كاش، مش هنقول اكسبنس بقى، ما احنا قيدناه اوريدي. بقى هيبقى الانكم ستيت بتاعتنا بقى ازاي بقى؟ الريفينيو طبعا اللي هو عباره عن ال 100,000 سيرفيس ريفينيو، الاكسبنسز السالاريز، شوف سالاريز اكسبنس اتغيرت،
اليوتيليتيز اكسبنسز زي ما هي ما حصلش في حاجه، السبلاي ظهرت ما كانتش موجوده قبل كده في الترايل بالانس، الانشورنس اكسبنس كمان ما كانش ظاهر، وكمان عندنا الديبريشيشن اكسبنس. لما عملنا التوتال بتاعهم ده طلع عباره عن 81000. لما عملنا سبتراكت من السيرفيس ريفينيو يبقى النت انكم الصح بتاعنا 19000. طبعا لما كناش عملنا الادجستنج دي كان هيطلع لنا نت انكم تاني خالص، مش صح طبعا بالنسبه للكلام ده. لما نيجي بقى ناخد احنا بقى النت انكم ده الصح ده، نقوم بقى نروح بقى على الـ Owner's Equity Statement. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنبدأ بـ Beginning اللي هو موجود في Trial Balance، هنعمله بس الـ Net Income اللي جاي من الـ Income Statement 19 minus the Drawings، يبقى الـ Capital الجديد عبارة عن اللي هو في آخر السنة عبارة عن 80000. هنعمل بقى الـ Balance Sheet. الكاش طبعا زي ما هي، الاكونت سيول السبلاي دلوقتي بقى عباره عن 500 بس، البريبيد اكسبنس اللي هو البريبيد انشورنس عباره عن 6000 اللي هو اللي باقي اللي لسه ستيل ان اكسبايرد، الاكويبمنت زي ما هي بتاع، بس الاكوميليتد ديبريشيشن زاد بقى بال 8500 بقى 28500، بقت البوك فاليو بتاع الاكويبمنت النهارده بقى 21500، ولما جمعنا طلع التوتال اسيتس عندنا عباره عن 980000. الليبيليتي اللي عندنا الاكونتس بيبل كانت 15، ظهر بقى عندنا سالاريز بيبل اللي هي قلنا عليها كانت في الاكونت سالاريز اللي هي ما اتدفعتش، بقت التوتال ليبيليتي عباره عن 18. وطبعا الكابيتال الجديد بتاعنا اللي هو عباره عن 80000. وده يعتبر اخر حاجه عندنا في الادجستنج اكونتنج، وده نهايه شابتر 3. نبدا دلوقتي بقى ان شاء الله شابتر 3. ده بيتكلم على completing the accounting cycle. احنا بدأناها من شابتر 2، دي بقى النهاية بتاعتها بقى، ان احنا بدأنا الاول حاجة بنسجل قلنا في الجنرال جورنال، بنعمل بعد كده posting للجنرال ledger، بعدين بنعمل trial balance، بعد trial balance بنعمل adjustments اللي احنا شرحناها في شابتر 3. المفروض بعد كده بقى نعمل adjust trial balance، ومنه بقى هنعمل بقى الفاينانشال ستيتمنتس زي ما عملنا في اخر شابتر 3. عشان تكمل بقى الاكاونتنج سايكل بتاعتنا يبقى لازم نعمل كلوزنج ذا بوكس عشان ننهي فتره سابقه ونبدا فتره جديده. ف at the end of the account period the company makes the accounts ready for the next account period and this is called closing the books. In closing the books, it is necessary to distinguish between temporary and permanent accounts. Temporary accounts, one which is related to only one accounting period. Two, include all income statement accounts, which means all revenue accounts and expenses accounts, and also the drawing accounts. All these accounts are temporary accounts. So this account is supposed to be closed. Number three, all temporary accounts are closed at the end of the account period after preparation of the financial statements. Number four, closing an account, what we mean by that? It means reducing the balance of the account to zero balance. That's only for the temporary accounts. Second group, which is the permanent accounts, this is related to one or more future account periods. And this account includes all balance sheet accounts, assets, liabilities, and the capital account. And they include also all the contra accounts, such as the accumulated depreciation, which we cover in Chapter 3. The permanent accounts are not closed at the end of the account period. And if we remember that, in when we prepare the balance sheet, we put the balance sheet at a given day or date. And the balance sheet for, let us say, for December 31st, it will be the beginning for January 1st. And that means this account will continue, but not closed. So for preparing closing entries, as we mentioned before, closing entries, it means produce a zero balance in each temporary accounts, revenue accounts, all the expenses accounts, and also the drawing accounts.
close all these accounts only for the income statement account, we use a temporary account called income summary. That's used in closing revenue and expense accounts, and only the net income or net loss is transferred from the income summary account to the capital accounts. And we know that the normal balance for revenues is what? Is credit balance. So how can we reduce this revenue balance from credit balance to be zero balance? And also all the expenses, as we know, is our debit balance. So we'd like to do what? To reduce all this balance to zero balance. How we do that? All we have to do is we use the income summary as follows. So we have four closing entries are required to close the books. Number one, to close the revenue accounts. As we know, revenue account is credit. So we have to do what? Debit each revenue account for its balance and the credit income summary for the total revenue. So the entry will be debit service revenue, credit income summary. And remember, every entry in the general journal should be posted to the general ledger. Once you posted this entry, the balance for the service revenue will become what? Will become zero. To close expense accounts. And we know that all the expenses account are debit balances. So we have to do what? Debit income summary for total expenses and credit each expense account for its balance. And remember, you have to close each account by its name, not the total expenses. So the entry will be as follows. Debit income summary, credit supplies expense, for example, credit depreciation expense, credit insurance expense, credit salaries and wages expenses, and credit rent expense, credit interest expense, credit utilities expense. The total for these expenses will be debited for the income summary. And remember, we close each account by its name. Most of the students usually make these mistakes by adding all this one, all these expenses and the credit expenses. That's wrong. You're supposed to close each account individually. This is supposed to be the second closing entry. Now, the balance after these two entries for revenue will be zero. The balances for all expenses also will be zero, but we still have a balance in the income summary. This income summary, it may have what? It may have zero balance, I mean debit balance or credit balance. So we have to close the income summary account itself by debiting the income summary accounts and the credit the capital account for the amount of net income for the period. But suppose we have a net loss, so we have to what? To make an opposite entry is made in the case of net loss. So the entry looks like this. So we'll debit income summary, credit owner's capital in case of net income, but we have to debit owner's equity, owner's capital, credit income summary in case of net loss. Now, what happened to the income summary? Now it is closed. But what happened to the owner's capital? It's increased by the net income or decreased by the net loss. The last closing is to close the drawing account. Drawing account usually is debit balance. So to close the drawing account, we have to make it credit and debit the capital. So the closing entry for drawing will be debit the capital account for the balance in the drawing accounts and credit the drawing account for the same amount. So the entry will look like this one, debit owner's capital, credit owner's drawings. After this entry, the drawing will be zero balance. But the capital, of course, will change by the net income or net loss and also by the drawing accounts. After we do that, we know that all the temporary accounts in the income statement, revenue expenses, and also the drawing account are closed. But we still have only the accounts, which are the permanent accounts, assets, liabilities, and the capital after we change it by the
net income or net loss, and also by the drawings. So we can prepare to just be sure the equality of the assets and liabilities and the owner's equity by preparing the what we call it post-closing trial balance. After all closing entry have been journalized and posted, a post-closing trial balance is prepared. The post-closing trial balance lists the permanent accounts and their balances after journalizing and posting of closing entries. The purpose of this trial balance is to prove the quality of the permanent account balances that are carried forward into the next account period. Since all the temporary accounts will have zero balances, so the post-closing trial balance will contain only permanent balance sheet accounts. Now, so we complete the accounting cycle from chapter 2 until chapter 4, and this account cycle will look like as follows. We have to start with the document as we know before, and on daily basis we have to record all the transaction in the general journal. Then we post all this entry to the general ledger. On monthly basis we have to prepare the trial balance. Then after the trial balance we make all the adjustments as we mentioned in chapter 3. Then we can prepare adjust the trial balance after that, so we can prepare the financial statements. We can prepare the income statement, of course, and also the owner's equity statement, and finally the balance sheet. But after that, we have to prepare the closing entry. The closing entry usually, as we mentioned before, for the temporary account, which is income statement accounts and also the drawing account in the owner's equity statement. So we prepare the closing entry. After we closing all these accounts, the temporary accounts, we have only the balance sheet account. So this balance sheet account, we have to be sure is the quality for them. So we have to prepare what we call it post-closing trial balance, so we can start accounting cycle all over again. That's the accounting cycle starting from chapter 2 until chapter 4. Now, let us have this exercise 7 to show how can we prepare the closing entry. This is the ABC Enterprise had the following adjusted trial balance at December 31st, year 2020, which include all the assets, liability, and the owner's equity. And we have the revenue and expenses and the total for the adjusted trial balance. And the requirement is to prepare the closing entry at December 31st, year 2020, and also we need to prepare a post-closing trial balance. So first, let us make the closing entry, which is, as we mentioned before, the four closing entry. First, we have to close the service revenue. Two, we have to close the all the expenses. And three, we have to close the income summary itself. Then we can close the drawing account. So these are the closing account. For the revenue, we debit service revenue, credit income summary, and of course, after we make all these entries, we have to post it to the general ledger. And after that, all this account, the temporary account will be zero balance. Then we close all the expenses, debit income summary, close the expenses individually. Salaries expense, supplies expense, insurance expense, depreciation expense, and utilities expense. Now, after we posting these two entries, all the revenue and the expenses now are closed. But we still have an income summary. Balance of what? It is credited by 100,000 but debited by 80,000. So the difference is 20,000. So this difference, it means the income summary has a credit balance, which means net income. So this income summary also should be closed by debiting income summary, credit capital. And that means the income summary will have this net income, so the capital will increase by the net income. And the last one will be closing the drawing account by debiting the capital credit drawing accounts. Now the drawing account became zero balance. To be sure that the permanent accounts are
as their equality. So we have to prepare the post-closing trial balance, which includes only the assets, liability, and the capital, of course, after adjusted by the closing entries. And this is the end of the cycle. We have to prepare our balance sheet classified into groups, and that's what we mean by the classified balance sheet. The balance sheet presents a snapshot of a company's financial position at a point in time. To improve users' understanding of a company's financial position, companies often group similar assets and similar liabilities together. The classified balance sheet contains the following. And remember, you have to consider that from now on. Assets will be divided into current assets, long-term investments, property, plant, and equipment. Then finally, the intangible assets should be in this order. And on the other side, for liability, we have what we call it current liabilities and long-term liabilities. Then finally, we have the owner's equity. Now we can give some definition for all these groups, and we have to stick with it from now on. Assets. Current assets, this is the assets that a company expected to convert to cash or use up within 1 year. And that includes what? Includes cash, account receivable, supplies, and all the prepaid expenses. Then we have long-term investments. That's what we cover maybe next year. Are investments in stocks and bonds of other companies that are held for many years. The company, they have may have surplus of cash and they invested to have a more income, for example. Then after that, they have the property, plant, and equipment. These are assets with long useful lives that a company is using in operating the business, like, for example, land, for example, building, equipment, machines, office equipment, and so on. And finally, we have intangible assets that are assets that do not have physical substance, but are very valuable. For example, like goodwill, copyrights, and trademarks. This is supposed to be how we can group the assets in this group, and it should be in this order. On the other hand, the second group is related to the classification of liabilities and owner's equity. Liabilities usually is classified into two groups. Current liability usually are the obligation that the company is to pay within the coming year. And the other group is long-term liabilities. And these are the obligations that are at a company expects to pay after 1 year, which means more than 1 year. Then we have an owner's equity. This owner's equity section represents the content of owner's equity section with varies with the form of business organization usually. And usually we have three forms of organization. We have first, we have a proprietorship, which is we have, there is only one capital account, which means we have only single owner. And also we have a partnership. There is a capital account for each partner. And in this case, we have more than one capital, which means more than one owner. So the equation will be assets equal liabilities plus owners or partners equity. And finally, we have a corporation where the equity is divided into two accounts usually. Capital stocks, which is paid by the stockholders, the owner in this case, we call them stockholders or shareholders, and retained earnings. And this is supposed to be the largest size in the business. That's all in the this section. Thank you so much for your listening, and I hope you have a good time. And if you have any question, let me know, and you have my email, and you can send it to me anytime. Thank you so much, and see you. Bye-bye.